1.2.3, relationship of project, program, portfolio and operations management. هيبدأ الأول بـ overview أو نظرة عامة كده في البداية بحيث إن هي تدي مقدمة. بيقول إن المشروع ممكن إن هو يدار في ثلاثة سيناريوز. في عندنا ثلاثة أو three separate scenarios. السيناريو الأول اللي هو الستاند الون، يعني يكون البروجكت بنفسه موجود في المنظمة ومش موجود جوه بروجرام أو بورتفوليو مثلا، يبقى البروجكت موجود لوحده بمفرده في المؤسسة مثلا، في مجموعة من البروجكتس والشركة ما بتتبعش نظام إن هي تعمل بروجرام أو بورتفوليو، فده يكون ستاند الون. الحالة الثانية اللي هو يكون جوه بروجرام، البروجكت نفسه يكون جوه بروجرام، يعني البروجرام هو يعتبر الاب بتاع البروجكت ده، والبروجكت او في اكتر من بروجكت مثلا يكونوا جوه البروجرام ده. والحاله الثالثه ان هو يكون جوه بورتفوليو مباشره بدون بروجرام، يعني ما يكونش في طبقه وسيطه او ليفل وسيط ما بين البورتفوليو والبروجكت، يكون البروجكت دايركت مع البورتفوليو. فدي التلاتة سيناريوز اللي هو ذكرهم او اللي ممكن يكون عليهم البروجكت. وبدأ يقول ان على المثال مثلا ان المشاريع المتعددة ممكن ان احنا نعمل لها جروبينج جوه بروجرام معين عشان يبدأ ان هو يمهد لتعريف البروجرام، ويقول ان في مثلا عندي بروجرام هيضم مجموعة من المشاريع. وقال تعريف البروجرام، بروجرام is defined as a group of related projects، مشاريع متعلقة ببعضها البعض، subsidiary programs and program activities. يبقى في ثلاث حاجات، يا اما projects يا اما programs تانية، يعني program يبقى جواه program تاني او sub program، و activities اخرى انشطة تانية متنوعة ما تعتبرش او لا ترتقل انها تكون مشروع، يعني مجموعة من الانشطة، كل ده جواه program واحد. فالprogram is defined as a group of related projects, subsidiary programs and program activities. مالهم بقى؟ managed in a coordinated manner، بطريقة منسقة مع بعض، to obtain benefits not available from managing them individually، عشان أوصل لفوائد أو منافع معينة ما كنتش هوصل لها لو درت المشروع ده كل مشروع لوحده. لو بتكلم مثلا على مشروع زي مثلا إيه، نقول تقاطع طريق معين، طريقين ببعض وفيهم مجموعة من الطرق الفرعية وكباري أكتر من كوبري وشوية ميادين مع شوية خدمات مرور وكلام من ده، واضطريت إن أنا أقسم كل واحد منهم لبروجكت معين، كوبري معين هيعمله شركة لأن هي اللي بتشتغل عليه مثلا، وشركة تانية هتعمل بروجكت تاني مثلا، ومجموعة الطرق مثلا والسيرفيس رود أو البرانش رودز اللي هي الطرق الجانبية أو طرق الخدمة. فبالتالي جمعت المشاريع دي كلها ودرتها كأنها بروجرام لوحده، لأن أنا لو كنت بدير كل واحد فيهم ممكن ما يحققش المنفعة، ممكن أعمل كوبري لكن لسه الزحام موجود، وعملت الكوبري التاني ولسه الزحام موجود، الكوبري التالت مثلا اتأخرت فيه ولو كنت بديره مثلا لوحده وقلت لا خلاص أنا هكنسل البروجكت ده لأن مفيش فلوس له، لكن لو كان جوه البروجرام كنت مش هقدر اخد القرار ده، هقول لا انا خلاص خلصت جزئين اللي هم التو بريدجز او الكوبريين دول ولازم اخلص الثالث معاهم عشان تتحقق المنفعه ويقل الزحام المروري، او الناس مثلا تقدر توصل من مكان لمكان، او بنفيت ثانيه مثلا ان كان في مجموعه من الخدمات زي المدارس مثلا والمستشفيات في مكان والمواطنين في مكان ثاني مش قادرين يوصلوا للخدمات دي، فبدل ما اعمل لهم خدمات في المكان بتاعهم الكوبري ده او مجموعه الكباري والطرق دي هتوصلهم بشكل اسرع، فبالتالي هيحصل عندي بنفيت تانية او منافع تانية في ان انا وفرت التكلفة دي ووصلت المواطنين بالخدمات دول. فبالتالي ده كده ايه تعريف البروجرام. وقال ان البروجرام مش شرط ان هو يكون او ما نعملهوش كان هو لارج بروجكت، يعني مش لما الاقي مشروع واحد وكبير حجم مثلا العماله اللي فيه كبيره وحجم الاعمال ككوست بتاعت المشروع كبير اقدر ساعتها اقول ان ده بروجرام، لا البروجرام لما يكون عده مشاريع وممكن انشطه ثانيه او بروجرامز ثانيه، لكن لما مشروع يكون كبير بقول عليه ميجا بروجكت، ميجا بروجكت. وهنا الجايد لاين يعني الميجا بروجكت ممكن ان هو يكون في حدود ال 1 بليون دولار وبيأثر على 1 مليون اور مور بيبل،
طبعا يعني ارقام استرشاديه، لا شك ان ما نقدرش نحط معايير للوضع ده باعتبار ان الكوست نفسه لا شك ان في حاجه اسمها تايم فاليو اوف ماني او القيمه على حسب الوقت. ممكن القيمه دي تبقى صالحه النهارده، ممكن بعد 5 سنين الاقي ان القيمه دي بقت قليله، الفاليو بتاعتها قلت بسبب الانفليشن او التضخم مثلا او اختلاف القوه الشرائيه للعمله. فالاسترشاد يعني بالارقام شيء استرشادي بس يعني مش اكتر. وان كان يعني موضوع المصطلحات ميجا بروجكت، وبدا يظهر دلوقتي مصطلح تاني جيجا بروجكت، وان كان على الضيق او يعني ما ظهرش بشكل كبير، او بعض الناس بتحاول ان هي تستخدمه يعني. لكن في النهايه الموضوع كله محكوم على حسب البروجكت نفسه وحجم الاكتيفيتيز اللي فيه. بس في النهايه هو يقصد في الموضوع ده ان هو عايز يقول البروجرام مختلف عن الميجا بروجكت، البروجرام غير الميجا بروجكت. وبدأ بعد كده يتكلم في الباراجراف اللي بعده على البورتفوليو. زي ما عرف البروجرام عايز ان هو برضو يعرف البورتفوليو. قال البورتفوليو يمكن تعريفها على ان هي بروجيكتس وبروجرامز وسبسيدري بورتفوليوز، يعني بورتفوليوز فرعيه مثلا تحت البورتفوليو الرئيسيه، واوبريشنز مجموعه بقى من الاوبريشنز كمان مانجد از ا جروب، بديرهم كلهم كمجموعه. ليه؟ عشان اوصل مش لمنفعه بقى، لهدف استراتيجي معين. الهدف الاستراتيجي ده زي ما قلنا اهداف استراتيجيه، مثلا ان انا ارفع نسبه مثلا الصحه او اقلل نسبه يعني الاصابه بامراض معينه، او اقلل نسبه الاميه، او ان انا مؤسسه مثلا، ده لو مؤسسات نون بروفيت، لو مؤسسات بروفيتابل مثلا ان انا ازود العائد على الاستثمار من رقم لرقم تاني اكبر شويه، فبعمل المشاريع دي عشان اوصل لكده. طبعا وانا هزود العائد على الاستثمار هيزيد بان انا هعمل بروجكت. البروجكت ده ممكن يكون مصنع، المصنع بعد ما يخلص كبروجكت هينتقل لان هو يكون اوبريشن، والاوبريشن ناس هتيجي تشغل المصنع، بس كلهم في النهايه جوه البورتفوليو دي. وعشان كده قال ان البورتفوليو بقى ممكن يكون فيها بروجكتس وبروجرام وسب بورتفوليوز او سبسيدري بورتفوليو واوبريشن كمان، مجموعه من شغل الاوبريشن. واشار للشكل اللي هو 1-3 او 1-3 اللي موجود فيه سامبل للبورتفوليو، وباين ان تحتيها بورتفوليو تانية اسمها ايه، فبالتالي ممكن يكون في بورتفوليو جوه بورتفوليو ومجموعه من البروجرامز. ونشوف ان في بروجرام اسمه بي وبروجرام تاني اسمه B1، وB1 جزء من B، فبالتالي ممكن يكون في بروجرام جوه بروجرام تاني. والبروجكتس تحت هنلاقيها معظمها طالعه من بروجرامز او في مشاريع طالعه من البورتفوليو مباشره. وعلى اليمين خالص في جزء اوبريشن مرتبط بالبورتفوليو او جزء من البورتفوليو، وفي ارتباط بسيط ببروجرام سي، لكن هو يعتبر مش جزء من بروجرام سي، ده هو بس عمليه ارتباط معين، لكن هو جزء من البورتفوليو اللي هي السامبل بورتفوليو كلها. فدي برضو ايه الشكل اللي هو 1-3. وبعد ما عرف البورتفوليو بدا ان هو يقول ان البورتفوليوز دي والبروجرام والبروجكتس ممكن ان هم طالما ان هم في اورجانيزيشن واحده محتاجين يستغلوا الريسورسز، سواء الهيومن ريسورسز او الفيزيكال ريسورسز. الهيومن ريسورس اللي هم الافراد، فيزيكال ريسورسز ماتيريال مثلا او الماشين مثلا او الماشينري المعدات، فبالتالي انا محتاج استخدم كل ده. طيب هيتخانقوا بقى على الموضوع ده ولا هيحصل ايه؟ لازم يكون في كوردينيشن، لازم يكون في عمليه تنسيق ما بين البروجرامز والبروجكتس والبورتفوليوز في استغلالهم للريسورسز دي عشان ما يحصلش كونفليكت، فبالتالي محتاجين يكون في كوردينيشن او عمليه تنسيقيه. وبدا يقول ان البورتفوليو كومبوننتس ممكن ان هم يتجمعوا مع بعض عشان يسهلوا عمليه الجفرنس، تو فاسيليتيت ذا افكتيف جفرنس اند مانجمنت اوف ورك. الجوفرنس هنا يعني عطى بس الكلمه لكن هيشرحها بعد كده، بس هي الجوفرنس عموما مقصود بيها الحوكمه، مقصود بيها ان انا اعمل قواعد حاكمه للسيستم او للفريم ورك عندي او للموضوع. ممكن نقول نشات فكره الحوكمه من زمان عشان نسهل على نفسنا فهمها. نشأت أيام حوكمة الشركات في القرن الماضي، لما كان الشركات بيديرها ناس مختلفة اللي هم المديرين عن أصحاب المال اللي هم الستوك هولدرز أو الشير هولدرز. المشاركين أو أصحاب الأسهم عايزين يتأكدوا هل المانجرز دول فعلا بينفذوا صح ولا هيضيعوهم. ما يمكن المانجرز بيديروا طبقا للانترست بتاعهم ان هم يفضلوا موجودين مدراء، وان هم ياخدوا رواتب كبيره، وان هم مش فارق معاهم القيمه بتاعت الشيرز او بتاعت الاسهم، ان هم يكبروا الاكويتي او حقوق المساهمين بتاعت الشركه. فقالوا طيب احنا عايزين نعمل جفرنس. جفرنس ازاي؟
لازم يكون في قواعد معينة يمشي عليها المدراء دول، ولو ما مشوش عليها يبقى في مساءلة طبقا للجفرنس ده. فالجفرنس كان الهدف منه ان الناس تمشي على القواعد او البروسيس ويكون في ترانسبيرنسي او شفافية. وبالتالي لو خدنا نفس الترم وبدأنا نتكلم في البروجكت مانجمنت، ان انا عايز احط قواعد عشان مدراء المشاريع او مدراء البرامج او مدراء البورتفوليوز ان هم ما يكونوش كل واحد بيشتغل من دماغه بس، ممكن اوكي ان هو يبدع ويقول افكار، بس في نفس الوقت لازم يشتغل من خلال اليات او منهجيات معينه، من خلال بروسيسز. البروسيس بتقول له ان انت عشان تعمل الحاجه دي لازم تعملها بالشكل الفلاني، لازم ان يبقى في واحد معين مسؤول عن كذا، لازم تروح له وتاخد منه صلاحيه، ولازم يبقى في فلان دوت عنده الدور الفلاني، وفي فورمز معينة هنشتغل بيها، وفي ورك فلو معين او نقول خريطة تدفق معينة ان الاعمال هتمشي فيها. فبالتالي الجوفرنس عملية مطلوبة. واتكلم عن organizational and portfolio planning بيأثر على الكومبوننتس من خلال البريورتيزيشن، ودي واحدة من المهام الرئيسية في البورتفوليو. لما نيجي نبص على البروجيكتس مثلا او المشاريع زي ما مكتوب في نفس الصفحة تحت، هنلاقي البروجرام والبروجيكت مانجمنت بيركزوا على ان هم ينفذوا الحاجة صح، يعملوا البروجيكت والبروجرام بصورة صحيحة. اما البورتفوليو بتركز على ان هي تعمل المشروع الصحيح او البرنامج الصحيح، يعني معنى كده ان السلكشن او الاختيار بيكون عند البورتفوليو. بورتفوليو تعمل prioritization ان هي بتحط priority او اولوية لكل مثلا project او program من اللي موجودين قدامها، وتقول لا ده مش هعمله دلوقتي، البريورتي بتاعته قليلة، وده البريورتي بتاعته عالية، فبالتالي ده انا هعمله الاول. طيب البورتفوليو، الناس اللي في البورتفوليو اختاروا وقالوا هنعمل المشروع ده، الناس اللي في البروجرام او اللي في البروجكت بقى هيستجيبوا للكلام ده ويقولوا طيب حاضر احنا هننفذ لكم البروجكت اللي انتوا عايزينه بالشكل المظبوط، هننفذه صح. وده يعتبر الفرق ما بين البروجرام والبروجكتس مقارنة بالبورتفوليو. في الجدول اللي بعديه بدأ ان هو يعمل عملية مقارنة كده سريعة ما بين البروجكت والبروجرام والبورتفوليو عشان توضح الصورة في الاذهان. فبدأ يتكلم على الديفينيشن. الديفينيشن بالفعل كنا عرفناه وقلنا البروجكت عبارة عن ايه، temporary endeavor undertaken to create a unique product او service او result، والبروجرام عطينا تعريفه ان انا بدير مجموعة من المشاريع بصورة معينة عشان في منافع هتتحقق لما اديرهم مع بعض، والبورتفوليو قلنا اللي هي كوليكشن من البروجرامز والبورتفوليوز سبسيدري بورتفوليوز والبروجكتس ومجموعة من الاوبريشن بديرهم كلهم مع بعض عشان اوصل للاهداف الاستراتيجية او احقق اهداف استراتيجية. ولما نيجي نتكلم على السكوب هنلاقي ان هو بيقول على البروجكتس ان هي السكوب فيها is progressively elaborated، معناها ان انا ممكن في بداية المشروع ما كنتش عارف السكوب كويس، مع الوقت بيحصل عملية progressive elaboration يعني تطور مع الوقت، ان انا كل فترة ببدأ اكتشف ان السكوب لا ممكن خلاص اوصل لديتيل اعلى شوية. ازاي؟ لو ناخد مثال مثلا على construction لبنك مثلا، فرع بنك او فرع رئيسي للبنك ده احنا عايزين نعمله، طيب هو هيبقى شكله ايه؟ لسه مش عارفين، مفيش ديزاينر، وهيتكلف كام؟ مش عارفين، ممكن نحاول ان احنا يعني نعمل استيميشن كده رفلي قوي، ان احنا نقول مثلا هو هيبقى كام متر مسطح مثلا المباني بتاعته السكوير مترز، ونحاول نضرب في رقم من الارقام مثلا اللي موجوده في السوق بحيث ان انا اقدر اعمل استيميشن. طيب جبت معماري وبدا ان هو يعمل كونسبت ديزاين، وبدا ان هو يبقى فيه دروينجز وبعد كده سكيماتيك وديتيل دروينجز ان انا اقدر اعمل بيها تندرينج، وجا استشاري مسك الديتيل دروينج دي وقال لي لا انا ممكن بقى اعمل لك استيميشن افضل شويه كمان، لان خلاص بقت معظم الدروينجز موجوده عندي او معظم السكوب بقى واضح بالنسبه لي. فبالتالي مع الوقت بيبدا السكوب ان هو يوضح، دي معنى البروجريسيف الابوريشن. وعلى الناحية التانية في البروجرام بدأ يتكلم على ان البروجرام النقطة اللي فيه في السكوب ان انا بطلع بنفيتس، النقطة الرئيسية ان البروجرامز produce benefits to an organization by ensuring that the output and outcome of program components are delivered in a coordinated and complementary manner. والبورتفوليو لما جاي يتكلم عنها اتكلم على النقطة الاستراتيجية، فقال ان السكوب change with the strategic objective of the organization، بيهتم اكتر بموضوع الاستراتيجيك objectives.
ولما اتكلم على التشينج في المشروع يعني ممكن ان هو ايه بيدار بشكل اسهل شويه keep change managed and control ان انا اتاكد ان التشينج ده اتوافق عليه ولا لا ابدا ان انا اكون متابعه بشكل كويس وفي السكوب بتاع او في التشينج في البروجرام بدا ان هو يتكلم على accept and adapt للتشينج as necessary to optimize the delivery of benefits بيحاول دايما يربط كل شيء بالبنفيتس وعلى الناحيه الثانيه في الجزء بتاع البورتفوليو ان انا اراقب التشينج دي ان برودر انترنال اند اكسترنال انفايرمنت كسياق عام يعني ان انا مش هدخل بالتفصيل في كل تفصيله في التشينج زي ما كنت بعمل في البروجكت لا انا براقب بوضع عام التشينج المستوى بتاعه واصل لفين كام في الميه لكن بغض النظر بقى انتوا السكوب كان ايه بالظبط مثلا او التشينج كان عباره عن ايه في البلانينج بدا يذكر تاني موضوع البروجريسيف الابوريشن ان انا في الاول بيبقى عندي هاي ليفل انفورميشن وببدا ان انا افصلها مع الوقت لما انتقل للبروجرام قال ان الهاي ليفل بلانز ان هي تراك الانترديبندنسز او الترابط او التداخل ما بين البروجرام كومبوننتس اللي هي المشاريع المختلفه اللي جوه البروجرام وان هو بيتابع البروجريس بتاعها بس بيكون بشكل هاي ليفل يعني مثلا لو قلنا ان في البروجكت في تايم سكيدجول لكل بروجكت مثلا وبشكل تفصيلي في البروجرام هو مش عايز يدخل في التفصيل ده هو عايز بس الرود ماب وعايز خريطه الطريق عايز الرود ماب اللي بتقول له مجموعه المشاريع دي ممكن ده يخلص امتى وده امتى وده امتى العناصر الرئيسيه وعلى الجانب الاخر في البورتفوليو بيهتم ان هو كرييت اند مينتين نيسيسري بروسيسز اند كوميونيكيت ريليتيف تو اجريجيت بورتفوليو ان هو يحاول ان هو يحافظ على البروسيسز اللي هو حطها ان الناس تكون ماشيه عليها ويكون في كوميونيكيشن ريليتيف تو ذا اجريجيت بورتفوليو وفي المانجمنت في الاداره بتاعه البروجكت قال ان انا بدير الفريق بتاع البروجكت مثلا عشان احقق اهداف المشروع وقال في البروجرام ان انا بحاول ان اتاكد يعني ان البروجرام بينيفيتس ان هي تو بي ديليفرد ان بتتحقق وفي البورتفوليو هيروح للجانب الاستراتيجي وقال مانج كوردينيت اور كوردينيت بورتفوليو مانجمنت ستاف اور بروجرام اند بروجكت ستاف عشان may have reporting responsibilities into the aggregate portfolio في المونيتورنج هنا بيراقب موضوع المونيتور اند كنترول للورك اللي بيطلع البرودكت لان في المشروع انا بطلع برودكت لكن هنا في البروجرام انا براقب بقى ان البنفيتس نفسها بتتحقق ولا لا وان انا في حدود التايم لاين بتاعي او في حدود البادجت ولا لا يعني ما بيدخلش في التفاصيل بشكل كبير في البورتفوليو بيراقب على مستوى استراتيجي هل في تغيرات استراتيجيه معينه عن اللي اتفقنا عليه ولا لا السكسس او النجاح في البروجكت ان انا الاقي البرودكت بتاعه طالع يعني لو بعمل مصنع الاقي المصنع جاهز وخلاص في البروجرام مجموعه المشاريع دي هل مع بعض حققت البنفيت المرجوه المنفعه المرجوه ولا لا على مستوى البورتفوليو هل الانفستمنت مثلا حقق البرفورمانس المطلوب منه ولا لا على المستوى الاستراتيجي بعد ما خلص الاوفر فيو ده بدا ان هو يدخل على البروجرام مانجمنت اداره البرامج وهو كان عرف اوريدي تعريف البروجرام فعشان كده دخل مباشره على تعريف البروجرام مانجمنت اداره البرامج وقال البروجرام مانجمنت بتعرف على ان هي ابلكيشن للنوليدج والسكيلز والبرنسبلز والمبادئ للبرنامج على البرنامج يعني عشان احقق فعلا الاهداف بتاعه البرنامج عشان تتحقق منافع ما كانتش هتتحقق لو درت كل بروجكت لوحده فممكن نقول التعريف Program Management is defined as the application of knowledge, skills and principles to a program to achieve the program objectives and to obtain benefits and control not available by managing program components individually ما كانش هيكون متاح تحقق المنافع ده لو كنت بدير كل مشروع لوحده زي ما خدنا الموضوع بتاع موضوع البريدجز او الكباري وبعد كده بدا ان يقول في تداخلات او علاقات وترابط ما بين البروجكتس وبعضها اللي جوه البروجرام ده وانا محتاج في اداره البروجرام ان انا اقدر اعمل اداره للتداخلات او الحاجات المتعلقه ببعضها العلاقات ما بين البروجكت والبروجكت وتاثيرهم على بعض ده المفروض هيخلص امتى وبعده ده هيبدا او الاثنين شغالين مع بعض بس واحد لازم يخلص الاول وبعد كده ده ان هو يبدا بعديه يعني مثلا لو بعمل بروجرام البروجرام ده في جزء كونستراكشن مثلا وبعد في جزء مثلا سيستم ديفلوبمنت مثلا او
برمجة مثلا لأبليكيشنز معينة هتشتغل في المشروع ده، فلازم يكون الشركة مثلا أو البرودكت الأساسي اللي هو المبنى مثلا خلاص، عشان أبدأ إن أنا أعمل انستليشن للكمبيوترز مثلا اللي هتكون موجودة فيه والأبليكيشن، وأبدأ إن أنا أعمل تريننج للناس. فكل دي تعتبر مجموعة مشاريع صغيرة، إن أنا بطلع البرودكت الأولاني بتاع الكونستراكشن، بعد كده بعمل ديفلوبمنت للسيستم ممكن يكون على التوازي، وبعد كده ببدا اعمل انستليشن على الاجهزه اللي موجوده، وبعد كده بروجكت تاني لعمليه التريننج ان انا ادرب الناس على استخدام السيستمز دوت. وبالتالي ممكن ان انا ابقى بدير التداخلات ما بين المشاريع وبعضها اللي هي جزء من البروجرام. وبدا يدي شويه امثله كده على موضوع اداره التعلقات او التداخلات ما بين المشاريع وبعضها، وقال اول واحد ان انا بعمل عمليه محاذاه استراتيجيه للاستراتيجيك اوبجكتيفز اللي موجوده في الشركه، الايننج وذ ذا اورجانيزيشنال اور استراتيجيك دايركشن. والنقطه الثانيه الالوكيتنج للبروجرام سكوب في البروجكت او البروجرام كومبوننتس اللي هي البروجكتس والاذر كومبوننتس، بمعنى ان احنا لما نيجي نقول ان العلاقه بين البروجكت والبروجرام، البروجكت يعتبر الابن والبروجرام يعتبر الاب، فبالتالي في علاقه من هنا وفي علاقه من هنا. العلاقه مثلا ما بين البروجرام والبروجكتس ان في سكوب للبروجرام هيتوزع على مجموعه من المشاريع، هيتوزع على البروجكتس دي، هينتقل للبروجكتس دي. طيب بعد كده البروجكتس دي بتشتغل وبتطلع داتا وتطلعها للبروجرام، يبدا البروجرام يعمل كنترول هل المشاريع فعلا ماشيه مع بعضها في نفس الخطه اللي احنا شغالين فيها، في مشروع منهم لا متاخر، طب هياثر على باقي المشاريع ازاي، وابدا ان انا اتابع النقط دي كلها. وبالتالي بعمل allocating للبروجرام سكوب للبروجكتس، باخد البروجرام سكوب وانقله للبروجكتس اللي تحت. ومانجنج interdependencies ما بين البروجرام كومبوننتس، الكومبوننتس بتاعت البروجرام اللي هي قلنا ممكن تبقى projects، ممكن sub programs، ممكن other components، مشاريع او activities ثانيه. وبتابع موضوع المخاطر لان هي ممكن تاثر على المشاريع، وخاصه المخاطر اللي هي مش جوه المشروع، لان المخاطر اللي جوه المشروع المفروض مدير المشروع بيتابعها، لكن في مخاطر عامه اعلى من الليفل بتاع مدير المشروع وهتاثر على اكتر من مشروع، فده البروجرام مانجر هو المفروض ان يتابع حاجه زي دي لان هي اعلى من الليفل بتاع البروجكت ده، هي حاجه عامه على البروجرام كله. ونفس الشيء على موضوع الكونسترينز والكونفليكتس اللي هي على مستوى البروجرام، وحل مثلا الايشوز ما بين البروجكتس وبعضها او البروجكتس والبروجرام ليفل. ان انا ادير برضو موضوع التشينج ريكويست اللي موجوده في خلال او من خلال الجفرنس فريم ورك اللي موجود في المؤسسه نفسها، وان انا ابدا اعمل الوكيشن للبادجت على المالتيبل بروجكتس زي ما عملت الوكيشن من البروجرام للسكوب بتاعه على البروجكتس. نفس الشيء في بادجت للبروجرام هتتوزع على البروجكتس على حسب كل بروجكت منهم المفروض ان هو يكون الاستيميشن بتاعه ايه. واتاكد ان في بنفيتس ريلايزيشن، دي العلاقه بقى من تحت لفوق من المشاريع، ان المشاريع بتدي فيدباك للبروجرام وتقول له اه انا خلصت النقطه دي، خلصت دي، خلصت دي، بدات المنافع في البروجرام تبان ان هي بتتحقق. وعطى مثال في الاخر كده على البروجرام موضوع كوميونيكيشن ساتلايت سيستم، ان هو ممكن يبقى فيه مشروع خاص بالديزاين وبروجكت تاني خاص بالكونستراكشن وبروجكت تالت خاص باللانش لعمليه الساتلايت التدشين بتاع الموضوع او البدء يعني، والانتجريشن مع النظم الموجوده. والامثله كتير على كده، ممكن تبقى اكتر من مشروع للكونستراكشن، ممكن مشاريع كونستراكشن مع مشاريع اي تي مع مشاريع تريننج، ممكن مجموعه من المشاريع كلهم يعني يفضل ان انا اديرهم في جروب واحد اللي هو البروجرام عشان في منافع معينه هتتحقق من الاداره المجمعه. وفي النهاية قال لو عايز بقى ترجع بشكل مفصل اكتر لموضوع البروجرامز، ففي حاجة اسمها The Standard for Program Management ممكن ان انت تبص عليه. انتقل بعد كده للبورتفوليو مانجمنت. في البورتفوليو مانجمنت بدأ يقول ان البورتفوليو تعريفها هي، لو نلاحظ برضو هنا هو في البروجرام كان المفروض المرة اللي فاتت عرف تعريف البروجرام في الاوفر فيو، فما عرفوش تاني وبدأ ان هو يعرف البروجرام مانجمنت مباشرة. اما في البورتفوليو هو كان بالفعل عرف تعريف البورتفوليو في الاوفر فيو بس رجع عرفها تاني، ودي يعني نقطة ما فيهاش كونسيستنسي قوي في الكتاب، كان المفروض ان هو يمشي بنسق واحد يعني، بس هي مش هتفرق بالنسبة لنا كتير. هو عرف بقى البورتفوليو مرة تانية نفس التعريف اللي كنا قلناه قبل كده، وقال البورتفوليو is defined as
projects, program, subsidiary portfolios, way operations, إن هي تدار كلها مع بعض كجروب managed as a group to achieve strategic objectives, أهداف استراتيجية. عرف بعديها بقى البورتفوليو مانجمنت، ده التعريف اللي كان المفروض يبقى جديد. Portfolio management is defined as the centralized management. أنا بدير بطريقة مركزية of one or more portfolios to achieve strategic deliverables عشان أوصل أو أحقق أهداف أو مخرجات استراتيجية أو strategic objectives to achieve strategic objectives عشان أحقق أهداف استراتيجية. وقال ان البروجرامز او البروجيكتس بتاعه البورتفوليو دي may not necessarily be interdependent or directly related، وده اللي بيفرقها عن موضوع البروجرام، لان في البروجرام البروجيكتس بتاعته متعلقه كلها ببعض عشان تحقق منافع معينه، فعشان كده بديرهم كلهم مع بعض، لكن الكومبوننتس بتاعه البورتفوليو مش شرط ان هم يكونوا متعلقين ببعض، لكن ليهم نفس الهدف الاستراتيجي، يعني يكونوا مشتركين في الهدف الاستراتيجي، لكن مش شرط المشاريع تكون متعلقة ببعضها البعض. وقال هنا الهدف من إدارة البورتفوليو أو البورتفوليو مانجمنت إن هي بتوجه أو بترشد الأورجنايزيشنال انفستمنت ديسيشنز. الهدف دايما عند الناس بتاعة البورتفوليوز ان هم بيكونوا بيبصوا اكتر على موضوع الانفستمنت، وبيبصوا اكتر على موضوع السيليكشن لانهي بروجكت، انا عايز اعمل prioritization، اعمل اولويات عشان اقدر اعرف انهي بروجكت اللي انا هشتغل عليه، فبالتالي الناس في البورتفوليو ما بيبقاش بتبص بقى على المشروع جوه المشروع في ايه الديتيلز بتاعته، لا هي بتبص بشكل عام ان المشروع ده هيكسبني ولا لا، هيفيدني او هيحقق الاهداف الاستراتيجيه بتاعتي ولا لا، او مثلا لو انا مش بروفيتبل، لو انا في اورجنايزيشن نون بروفيت زي حاجه حكوميه او جمعيات او غيره، ساعتها بيبقى الاهداف الاستراتيجيه انا بعمل مشاريع عشان تواكب الاهداف الاستراتيجيه، فهل فعلا المشروع مواكب ولا لا؟ واختيار الميكس ما بين البروجيكتس والبروجرامز اللي بيحقق الاهداف الاستراتيجيه دي، هي دي مجموعه المشاريع ده وده، ده لا ده ده معانا وهكذا، يعني باعتبار ان هو ياخد الميكس المناسب بالنسبه له على حسب الفاندنج ليميتس اللي موجوده عنده او حدود التمويل اللي موجوده عنده، الكباسيتي بتاعته او المقدوريه ان هو يقدر ياخد مجموعه معينه من المشاريع، فبيختار ميكس معين. وان هي برضو بتدي decision making transparency، شفافية للdecision making، لان كل المعلومات تبقى موجودة، فبالتالي ببقى انا شغال على process معينة او ببقى شغال على اليات معينة طبقا ليها، فبالتالي بعلن مثلا النتائج بتاعتي بشكل عام، بعمل prioritization واطلع الريبورتس بشكل معين مثلا، او النتائج الماليه بعلنها بشكل كل مثلا ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي على حسب مثلا البروسيسز المتبعه في الاورجنايزيشن دي، فبالتالي بتدي transparency معينه. Prioritize team and physical resources allocation، عملية الallocation أو التخصيص للresources، المنظمة فيها مجموعة من resources، ممكن يبقى resources معظمها مثلا human resources هتوزع على المشاريع دي، بحيث ان يبقى ايه الناس اللي موجودين في المشاريع البروجكت مانجر معاه مجموعة من التيم كافي ان هو يؤدي مجموعة الأهداف اللي هي مقصود بيها المشروع نفسه، وعشان كده بيبدأ يحصل allocation للresources دي سواء التيم أو الphysical resources لغاية مستوى البروجرام ثم البروجكت، فعشان كده مين اللي هيعمل prioritization؟ الناس اللي في البورتفوليو هم اللي هيقولوا ادي ده المشروع ده اديله مثلا الresources اللي هو محتاجها، المشروع ده لا معلش مش هنقدر نديه لأن البريورتي هنا أعلى وإحنا ما عندناش غير الresource ده وصعب إن إحنا نجيب resource تاني. بتزود طبعا الاحتماليه بتاعه الريتيرن اون انفستمنت او العائد على الاستثمار اللي هو بيتسمى روي، ار او اي، واحد من الترمينولوجيز الشهيره اللي بيتقاس بيها نجاح الاستثمار او بيتدرس بيها الاستثمار ويتقيم بيها ان احنا نروح في الاستثمار ده ولا لا على حسب الروي بتاعه وعلى حسب معاملات تانية هنعرفها لاحقا. Centralize the management of the aggregate risk، الريسك المتراكم اللي خاص بالبورتفوليو كله، ببدأ ان انا اعمل له ادارة مركزية بحيث ان انا اشوف المخاطر دي واقيمها وابدأ اعمل لها خطط للمخاطر نفسها لما تحصل هتصرف ازاي، بس على مستوى البورتفوليو بقى بالكامل اللي هي المخاطر اللي ممكن نسميها top level risks. وبدأ يتكلم على موضوع الفاليو،
ان maximizing the value of the portfolio بيتطلب ان يبقى فيه examination للcomponents اللي هتتكون منها البورتفوليو دي، بمعنى ان ايه اللي انا هختاره من البروجيكتس والبروجرام عشان فعلا هو ده المناسب بالنسبه لي وهيحقق الاهداف الاستراتيجيه بتاعتي، سواء تعظيم الربح او اهداف معينه اخرى. فبالتالي لازم ان انا اعمل examination ليها، يقصد ان انا اتحقق منها او ان انا اتاكد من البروجيكت ده فعلا هو اللي انا عايزه عشان اقدر بعد كده اعمل فعلا prioritization يعني. واتكلم في النهاية وقال لو حابب ان انت تعرف مواضيع اكتر عن مواضيع البورتفوليو ارجع للستاندرد الخاص بالبورتفوليو، the standard for portfolio management. وكده يبقى انهى الجزء بتاع البورتفوليو. وهو في النهاية نقدر نقول ان هو بيحط الجزء بتاع البروجرام والبورتفوليو والحاجات الاستراتيجية والاوبريشن عشان يقدر يميز قوي هي البروجكت مانجمنت عبارة عن ايه. هي مش دي مش الاوبريشن بس هي جزء من البروجرام او البورتفوليو، فبالتالي نبقى عارفين مكان البروجكت مانجمنت فين في البيزنس وليه احنا بنعمل بروجكتس. انا ماشي انا بنفذ البروجكت وخلاص، لا، عشان بعرف كمان ان انا بنفذه عشان انا جزء من حلقة كبيرة ناس قالت انا عايز اعمل البروجكت ده لاهداف استراتيجيه زي ماكسمايزيشن للبروفيت او غيره، فبالتالي ابقى انا فاهم انا في البروجكت ده اللي هتستفيد منه المنظمه بالشكل الفلاني، فابدا ان انا اسعى لتحديد الاهداف او لتحقيق الاهداف المرجوه من البروجكت ده عشان كلنا نبقى ماشيين في نفس اللاين. بعد كده بدا ينتقل للجزء بتاع الاوبريشن مانجمنت. الاوبريشن يعني عشان نقول حاجه بسيطه، الحاجة اللي بتتكرر او الشغل اللي هو المعتاد، مثلا زي البرودكشن، مثلا الانتاج. لما انا بكون عندي مصنع والمصنع ده بيعمل شغل كل يوم، مصنع بيطلع مثلا شوكولاتس مثلا او شوكولاتة، كل يوم بيطلع مثلا عبوات شوكولاتة مثلا، ويطلع العبوات دي نفسها تاني يوم وبعد كده زيها تالت يوم وزيها رابع يوم، وشغال عملية نمطية تكرارية يعني ما فيهاش تغيير بشكل كبير. هو ده يعتبر الاوبريشن، على عكس البروجكت مانجمنت اللي هو بيكون محدد ببداية ونهاية زي ما قلنا قبل كده. في بداية الكلام على الاوبريشن مانجمنت قال ان ده بره السكوب، outside the scope of formal project management، ده بره السكوب بتاع البروجكت مانجمنت. طيب بتقوله لنا ليه؟ بقوله لكم عشان ابقى عارف البروجكت مانجمنت عبارة عن ايه. لما اقول لكم الشيء وضده ابدا افهم هو الشيء ده عبارة عن ايه بالظبط، ابعاده عبارة عن ايه، عشان اميزه بوضوح اكتر. وقال ان الاوبريشن مانجمنت متعلقه بالانجوينج برودكشن للجودز اللي هي البضاعه او السيرفيسز للخدمات. والاوبريشن بتهتم ان هي تاخد انبوتس وتطلع اوتبوت، بس مش زي البروسيس مثلا اللي احنا كنا بنتكلم عنها، لا، هنا الانبوت يقصد بيها ماتيريال مثلا معينه انا هستهلكها، زي المصنع بتاع الشوكليتس ده انا بستهلك ماتيريال معينه زي الكاكاو الخام مثلا او غيره، وبستهلك عماله معينه، كل ده يعتبر انبوتس للاوبريشن. والاوتبوت بتاعي، الاوتبوت بتاعي اللي هو البرودكت او الجودز او البضاعه نفسها اللي هي الشوكليتس نفسها، العلب بتاعتها ان انا ببدأ أخدها تبقى الأوتبوت إن أنا بقى هبيعها أو غيره. وانتقل للعلاقة ما بين الأوبريشنز والبروجكت مانجمنت، هل في علاقة ما بين الاتنين؟ مش إحنا قلنا إن هما منفصلين، يعني البروجكت مانجمنت حاجة والأوبريشن حاجة، هما منفصلين لكن في النهاية هيسلموا على بعض، لازم ده هينهي مع ده. على سبيل المثال مثلا لو انا عندي مصنع والمصنع ده احتاجت ان انا اطوره، فانا هعمل يعني المصنع كان شغال اوبريشن وانا عايز اطوره، فانا هعمل بروجكت للتطوير. فبالتالي الناس بتاعت البروجكت مانجمنت جت لقت المصنع شغال بوضع معين وقالت يا ناس يا اللي كنتوا مدورين المصنع، تعالوا قولوا لنا انتوا كنتوا بس بتعملوا ايه عشان ناخد النولج دي منكم فنفهم فنقدر نطور لكم المصنع ونعمل جزء تاني من المصنع. العكس برضو لو انا كنت لسه بعمل بقى المصنع من اول وجديد والناس بتوع البروجكت مانجمنت هم اللي كانوا في البدايه، خلصوا مصنع بتاع مثلا الشوكولاته ده، وبعد ما خلصوه جه الناس بتوع الاوبريشن بقى يستلموا منهم، تعالوا بقى بتوع الاوبريشن خدوا النولج مننا، المبنى ده احنا عملنا فيه تقنيات معينه 1 2 3 استخدموها بالطريقه الفلانيه، البيلدينج مانجمنت سيستم او البي ام اس، الفاير الارم، الحاجات اللي موجوده، الفاسيلتيز اللي عملناها، الصيانه هتصينوه ازاي، افهموا مننا كل الكلام عشان انتوا بتوع الاوبريشن تشتغلوا بعد كده على المبنى. فعشان كده بيبقى في دايما ايه، ان الاثنين في علاقه ما بينهم او ترابط ما بينهم، ان ده بيخلص ده بيبدا، ده بيبدا ده بيخلص، وهكذا يعني.
هنا قال ان البروجكت ممكن ان هي تتقاطع مع الاوبريشن لما بنطور نيو برودكت او بنابجريد برودكت او بنوسع مثلا الاكسباندنج الاوتبوت بتاعنا. زي ما قلنا لو انا بعمل برودكت جديد مثلا وعايز اطور في المصنع مثلا او اعمل مصنع جديد فهضطر ان انا اعمل بروجكت. While improving operations عايز احسن في العمليه اللي هي بتاعه الاوبريشن عمليه التصنيع نفسها. كان مثلا بستخدم الات معينه ومحتاج ان انا استخدم ماكينات اكثر تطورا فاعمل بروجكت عشان اعمل انستليشن للماكينات دي بشكل معين فاونديشن ليها تتحط عليه بعد كده الماكينات والكلام ده كله. At the end of project life cycle في نهاية البروجكت لايف سايكل هيجي الناس بتوع الاوبريشن وياخدوا البروجكت ويحتلوه يعني اقصد يشغلوه يعني يعملوا اوكيبيشن وبعد كده يبداوا ان هم يديروا المبنى نفسه هياخدوا الاسيت ويديروه. فعشان كده في نهاية البرودكت لايف سايكل ممكن الناس بتوع الاوبريشن هيدخلوا. At each close out phase في كل نهاية مرحلة معينة ممكن يبقى في تواصل ما بين الناس بتوع البروجكت مانجمنت والاوبريشن. وقال ان في كل نهاية at each point deliverables and knowledge are transferred. يعني زي ما قلنا برضو نكررها تاني موضوع ان انا مثلا المصنع كان شغال وانا جاي اشتغل اعمل upgrade للمصنع ده فبالتالي سلموني الdeliverables سلموني المصنع وسلموني knowledge انتوا كنتوا مشغلين المصنع ده ازاي عشان اعرف هطوره ازاي ولأي مدى. طيب لو العكس لو انا بعمل مشروع وعملت المشروع وخلصت المصنع الناس بتوع الاوبريشن يقول لي سلمني الديليفرابل هات لي الديليفرابل بتاعك وانقل لي النولج قول لي انت شغلته ازاي وايه الفاسيلتيز اللي موجوده فيه. وكده خلص الجزء بتاع الاوبريشن. نقل بعد كده على الاورجنايزيشنال بروجكت مانجمنت او الاو بي ام. لما يجي نتكلم على الاو بي ام بنقول مثلا احنا هنبص على اداره المشروع من وجهه نظر المنظمه من وجهه نظر المؤسسه. المؤسسه دي عباره عن هرم معين مثلا وعلى قمه الهرم ده في الناس اللي هم التوب مانجمنت والتوب مانجمنت عندهم اهداف استراتيجيه عايزين يحققوها عشان يكبروا الشركه وعشان يبقى في سستينابيلتي او بقاء للشركه دي ان هي تبقى كومبتيتيف في السوق. فبالتالي هم عندهم اهداف استراتيجيه فبالتالي بيبصوا للمشاريع النظرة دي هو المشروع هيعمل لنا ايه؟ هيحقق فعلا نتيجة ولا لا؟ طب هل فعلا حقق؟ طب محتاجين نتدخل؟ طب ازاي نتأكد فعلا ان المشروع ماشي بشكل كويس؟ هل نعمل له بروسيس معينة؟ فبيبص دايما النظرة الاستراتيجية دي. فعشان كده لما بنتكلم على الاو بي ام او الاورجنايزيشنال بروجكت مانجمنت بنقول احنا هنبص للبروجكت مانجمنت بعيون الاورجنايزيشن، نشوف الاورجنايزيشن بتفكر كبزنس ازاي وهتبص للبروجكت مانجمنت ده ازاي ومحتاجة منه ايه. فبدأ يقول في البداية ان البورتفوليوز والبروجرام والبروجيكتس aligned مع الاورجنايزيشنال استراتيجي ودي اول حاجة ان المنظمة عندها اهداف استراتيجية فعايزة ان المشاريع والبروجرام والبورتفوليوز دي تكون متواكبة معاها في الاهداف الاستراتيجية دي. وبدأ يقول ان البورتفوليو او البروجرام او البروجيكتس كل واحد منهم هيكون بيحقق الاستراتيجيك جولز بشكل معين. بدأ يتكلم الاول عن البورتفوليو. البورتفوليو زي ما قلنا هدفها الرئيسي موضوع البريورتيزيشن وبالتالي ان هي بتالاين البورتفوليو مع الاورجنايزيشنال استراتيجي من خلال ايه السيلكشن للرايت بروجرامز او الرايت بروجيكتس ان هي بتختار البروجيكتس الصحيحه المناسبه او البروجرامز المناسبه وتعمل عملية prioritizing للwork نفسه وتبدأ ان هي تدي resources لان هي اللي فوق هي اللي هتدي صلاحيات استعملوا resources دي سواء human resources خدوا الناس دي معاكم او ان انتوا استعملوا physical resources المعدات دي للمشروع ده للمشروع ده لا وهكذا. ده بالنسبة لمساهمة البورتفوليو في الـ OPM في الـ Organizational Project Management. طيب بالنسبة للبروجرام البروجرام مانجمنت هارمونايزز اتس بروجرام كومبوننتس ان الكومبوننتس نفسها متناسقة مع بعض في تناسق او ممكن نقول كوردينيشن او تنسيق ما بين الكومبوننتس بتاعت البروجرامز بحيث ان هي تحقق البينيفيتس المطلوبة يحصل عملية ريلايز للسبيسيفايد بينيفيتس. والبروجيكتس نفسها اللي هو الليفل اللي تحت بقى بنتاكد ان هو بيحصل اتشيفمنت للجولز والاوبجكتيفز من خلال ان هو يطلع البرودكت المرجو. يعني احنا كنا بنقول لك طلع برودكت معين في زمن معين بمستوى كواليتي معين وفي الكوست ده طلعت الحاجه دي فعلا زي ما قلنا ولا لا عشان تكون فعلا بتدي او بترضي الاهداف الاستراتيجيه بتاعتنا. وفي الصفحة اللي بعديها بدأ يأكد على نفس الفكر ان البروجيكتس هدفها ان هي
ترضي أو تحقق الـ organizational goals والـ objectives. This is often accomplished in the context of strategic plan. إن بيبقى في خطة استراتيجية بتقول إيه هي المشاريع اللي إحنا هنعملها وبتكون المشاريع ماشية في السياق بتاع الموضوع ده. وبدأ يتكلم على تعريف الـ OPM. OPM أو الـ organizational project management is defined as the framework, الإطار أو الشكل العام اللي إحنا يعني المفروض ان احنا نحط البورتفوليوز فيه, in which portfolio او البروجرام او البروجكت مانجمنت ار انتجريتد, بيتم التناسق ما بينهم او التكامل ما بينهم, with organizational enablers in order to achieve strategic objectives, بيتكاملوا مع الايه, مع الانيبلرز الممكنات عشان نحقق الاستراتيجيك اوبجكتيفز. ايه موضوع الانيبلرز دي؟ الانيبلر هو يعني الكتاب ما اتكلمش عنها غير بس ذكرها في النقطة دي, بس خلينا ان احنا يعني ناخد فكرة سريعة كده على الانيبلرز باعتبار ان هو طالما ذكر الكلمة يبقى خلينا بالمرة ان احنا ندخل عليها. في حاجة اسمها الـ OPM3 او الـ Organizational Project Management Maturity Model, نموذج النضج للمؤسسي لإدارة المشروعات في المؤسسة نفسها. الـ PMI عامل له ستاندرد خاص بالـ OPM3. الستاندرد ده بيتكلم بشكل مستفيض على موضوع الـ Enablers, والستاندرد بتاع الـ OPM3 ذكر مجموعة من الـ Enablers اللي هي الممكنات اللي بتساعد الشركة على ان هي تتمكن او ان هي تكون قائمة او ان هي تنجح يعني. فطيب ايه الممكنات دي, Enablers اللي هي ايه؟ لو نبص بس على ال 18 او على جزء منهم هنبدأ نحس يعني ايه بس ايه هي الـ Enablers. فمن ضمنهم مثلا موضوع البنش ماركينج, ان انا بيبقى عندي مرجعية معينة وبقارن نفسي بيها, سواء مثلا شركة تانية بقارن نفسي بيها او مؤسسة تانية او ريفرنس معين. الكومبيتنسي مانجمنت إدارة الكفاءة, الجوفرنس الحوكمة اللي قلنا عليها, البرفورمانس أبريزل إن أنا أتحقق من البرفورمانس يعني وأقيمه, النوليدج مانجمنت إدارة النوليدج نفسها من خلال الـ PMIS البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم هنعرفه بعد كده, المانجمنت سيستم الأنظمة بتاعة الإدارة, الاورجنايزيشنال بروجكت مانجمنت كوميونيتيز المجتمعات الخاصه بالبي ام او الاورجنايزيشنال بروجكت مانجمنت, الميثودولوجي بتاعه الاورجنايزيشنال بروجكت مانجمنت, البوليسي الفيجن البراكسز التكنيكس الاستراكشر اورجنايزيشن استراكشر, والميتريكس اللي هي القياسات معينه اللي انا بتحقق منها ان فعلا المشروع بيتم بشكل مظبوط ولا لا, نسب مئويه معينه او انحرافات معينه في الاداء بتاع المشروع سواء الاداء الزمني او المالي, التريننج ان انا بعمل تريننج للناس, السكسس كرايتيريا ايه هي معايير النجاح, الريسورس الوكيشن تخصيص الريسورسز, السبونسرشيب التمويل, استراتيجيك الاينمنت قلناها قبل كده, المحاذاه الاستراتيجيه. يعني العناصر دي هو سماهم الانيبلرز, والهدف بس احنا مش محتاجين ان احنا ندخل فيهم خالص, بس الهدف عشان نبقى فاهمين كلمه انيبلر ان احنا نبقى عارفين يعني ايه انيبلر او الممكنات الانيبلرز او الحاجات اللي بتمكن. فهو هنا قال ان الـ OPM is defined as the framework اللي فيه البورتفوليو والبروجرام والبروجكت مانجمنت بيتم تكاملهم مع الـ organizational enablers عشان احقق الاهداف الاستراتيجية. وبدأ يذكر ان الهدف من الـ OPM او الـ organizational project management ان انا اتاكد ان المنظمه نفسها بتاخد المشاريع فعلا المناسبه وبتالوكيت او بتخصص الموارد بشكل سليم, زي ما قلنا تخصيص الموارد بقى من البورتفوليو للبروجرام او من البروجرام للبروجكت او من البورتفوليو للبروجكت مباشره لو البروجكت ده مش تابع لبروجرام. وقال ان الـ OPM برضو بتتحقق من ان جميع المستويات اللي موجودة في المؤسسة بتتفهم الفكر والاستراتيجي عشان يبقى الجميع بيغردوا في نفس السرب, عشان يبقى اللي بينفذ المشاريع اللي هو مدير المشروع مثلا من قبل المالك عارف هو المشروع ده هدفه ايه وايه علاقته بالفيجن والاستراتيجي بتاعت الشركة, عشان يبقى قادر يفهم. كل ما هيفهم اكتر هيقدر ان هو يدي اكتر, خاصة ان هو مسؤول عن البروجكت بالكامل وهو اللي بيعمله من البداية. البروجكت بيبقى لسه عبارة عن كونسبت بس او فكرة بس, ولسه حتى الان مش عارفين يعني هيبقى شكله ايه, مفيش ديزاينر مفيش ديزاين مكتمل او مفيش ديزاين خالص ان هو يعرف, هو اللي هيعمل الكلام ده كله من خلال مثلا شركات للتصميم او غيره, ولا يعمل له انشاءات
فعشان يخوض المرحلة الطويلة دي كلها بنفسه ضروري ان هو يكون مرتبط بموضوع الاستراتيجي وضروري ان هو يكون عارف المنظمة اللي هو فيها الفيجن بتاعتها او الرؤية بتاعتها ايه وهي الانيشيتيفز المبادرات اللي موجودة وهو تابع لانيشيتيف معينة او مبادرة معينة منهم وعلاقة ده ايه بالفيجن او بالobjectives والدليفربلز اللي هو هيخرجها من المشروع العلاقة اللي تربطها ما بين الاهداف الاستراتيجية للمنظمة. وفي النهاية قال اللي حابب انه يعرف اكتر عن موضوع الـ OPM ففي ستاندرد عامله الـ PMI خاص بالـ Organizational Project Management اسمه Implementing Organizational Project Management A Practice Guide ممكن نسميه Practice Guide وعطى شكل كده في الاخر اللي هو 1-4 Organizational Project Management عشان يبين الحتة برضو بتاعت الاستراتيجي دي عايز يقول ان الاستراتيجي زي ما احنا شايفينها على الشمال في الشكل طالع منها سهم رايح للبورتفوليو الاستراتيجي هتطلع الاستراتيجي بتاعت الشركة الاهداف الاستراتيجية للشركة هتنقلها للبورتفوليو فالبورتفوليو تقول ان انا في عندي value decisions يعني قرارات متعلقة بالvalue بالقيمة هبدأ ان انا انقل الكلام ده للبروجرام واقول للبروجرام والبروجيكس لو سمحتوا طلعوا لي الريزلتس دي اللي هتحقق الفاليو اللي احنا عايزينها طلعنا البرودكت ده او الدليفربل ده البروجكت خرجه ينتقل بقى للاوبريشن عشان يكون فانكشنال او يكون شغال جوه الشركه او جوه المنظمه يجي الناس بتوع الاوبريشن ياخدوا البرودكت ده او الدليفربل ده ويبداوا ان هم يشغلوه وهم بيشغلوه تتحقق البيزنس فاليو اللي كانت موجوده في الاستراتيجي فيرجع نشوف الفيدباك باين الفاليو بيرفورمانس اناليسيس عشان اتحقق فعلا هل الناس بتوع الاوبريشن دول لما اشتغلوا بقى على البروجكت ده اللي هو مثلا ممكن يكون مصنع وبداوا ان هم ينتجوا هل تحقق العائد على الاستثمار اللي كنت عايزه او لو بنتكلم على النون بروفيت لما بنينا مثلا مبنى للدفاع المدني هل فعلا المنطقه لما جم الناس بتوع الدفاع المدني يستلموها وعملوا لها اوبريشن وبداوا يشغلوها وبدات عربيات الاطفاء في الاوبريشن تطلع تطفي الحرائق او تحل المشاكل اللي موجوده هل فعلا البيزنس فاليو حصل لها ريلايزيشن هل فعلا ادركت هل تم فعلا تحقيق البيزنس فاليو فيرجع الكلام ده بفيدباك للاستراتيجي عشان الاستراتيجي تبدا ان هي لو شايفه ان الحاجه دي مش هتحقق تعدل لو شايفه ان هي اتحققت خلاص يبقى اوكي ونحاول ان احنا نعمل ترانزيشن تاني في الاستراتيجي بتاعتنا ونحاول ان احنا ننتقل للاعلى للاعلى وهكذا للمستويات اللي موجوده في الاستراتيجي وبكده يبقى خلص الجزء الخاص بالبروجرام والبورتفوليو والاوبريشن وعلاقتهم بالبروجكت مانجمنت.